نجحت وساطة قبلية بتوجيه من الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وقادها اللواء علي صالح الأحمر وعدد من مشايخ المنطقة في حل خلاف بين أسرتين من أبناء دار سلم دام أكثر من 4 عقود. أكثر من 40 عاما دامت القطيعة بين أسرتي بيت عشية والقوبري في منطقة دار السلم لأسباب توصف بسوء فهم سالت على إثره دماء الطرفين، وظل كل منهما يتربص بالآخر حتى شاءت قدرة الله أن يصطلح على يد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام، واللواء علي صالح الأحمر بتكليف عدد من مشايخ المنطقة بحل الخلاف بين الأسرتين وتوحيد الصف لمواجهة العدوان السعودي. طبعا نستطيع أن نجعل عنوان هذا الملقى اليوم بأنه العدوان وحدنا. العدوان وحدنا، والزعيم علي عبد الله صالح حقن دماء المختلفين. الزعيم علي عبد الله صالح قام اليوم بعمل عظيم، وفي جلستين بعد أن مضت على هذه القضية حوالي 40 سنة، 40 سنة من الخلاف بين أسرتين في قرية واحدة، وقام الرئيس علي عبد الله صالح في جلستين بالفصل فيها أخيرا، فبيض الله وجهه وكثر الله خيره، ودائما وهو بين أبناء شعبه ويحل خلافاتهم. الوسطاء من مشايخ المنطقة شكروا أعيان الأسرتين لتفهمهم الوضع وقبولهم بالوساطة لحل الخلاف القائم بينهما، مثمنين كل الجهود الخيرة التي دفعت لإيجاد هذا الصلح ولم شتات الأسرتين وحقن دمائهم. جئنا اليوم إلى محل دار السلم لحل الخلاف بين الأسرتين بني عشيه وبيت القوبري، ونحفظ الله علي عبد الله الصالح الذي أحل مشاكلهم، وهذا العدوان الذي وحدنا، واللواء علي صالح الأحمر الذي وحدوا بين الأسرتين المختلفتين. صالح فخامة الزعيم علي عبد الله صالح واللواء الركن علي صالح الأحمر وكل من سعى في هذا الموقف، وبيض الله وجيهكم وبيض الله وجيه كل من حضر وكل من سعى في الموقف، والشيخ مختار القشيبي وغيره وكل مشايخ صنعاء، بيض الله وجيهكم ومشكورين ألف شكر. الأسرتان بدورهما شكرت رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح على جهوده الخيرة وتكليفه المشايخ لحل الخلاف الحاصل بينهم، مثمنين دور اللواء علي صالح الأحمر وعدد من مشايخ المنطقة في إصلاح ذات البين وحقن الدماء. اجتمعنا وتمينا في عفو شامل كامل في دم ودم، وفي جف الموقف كبير وصغير والعفو المطلق للطرفين، وهذا ما حصل فيه والنسخ هو، ولذلك هو بأسباب الأوضاع الراهنة معنا عدو غاشم للتريح مع الجيش واللجان للدفاع عن بلادنا وأرضنا وشهامتنا وكرامتنا وديننا، وهذا ما حصل. لن أضيف أكثر ما قد قال الشيخ عبد اللطيف عشية، هذه مشكلة دارت لها حوالي 40 سنة، والآن اتفقنا وبرعاية زعامة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله على قطع الدم، ولما الشمل والجميع أخوه وغرامه وما فتفات والناس أخوه وسلامتكم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، توجيه إلهي يعوله اليمنيون ممن يفترض بهم أنهم قادة مجتمع، بدلا من بث الفرقة وزرع الفتنة التي قهرها ولا يزال غالبية اليمنيين باتحادهم في وجه العدوان ومراميه الخبيثة. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء. بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا برقية عزاء ومواساة